السيدة دينا كياتا ممثلة سكرتير عام الأمم المتحدة ونائب رئيس صندوق الأمم المتحدة للسكان. دور الأمم المتحدة وخصوصا صندوق الأمم المتحدة للسكان في دعم الدول بشكل كبير في تحسين الخصائص السكانية في الأمم. وسؤالي: ما هي النهجة المبتكرة التي تتبعها الأمم المتحدة لضمان إعطاء الأولوية للأشخاص في الحالات الأكثر ضعفاً واحتياجاً وخاصة النساء والشباب في جهود التنمية البشرية وخاصة في خلال أوقات الأزمات؟ فلتتفضل السيدة دياني. Thank you very much, Your Excellency. أشكرك سعادة الوزير. فخامة الرئيس، اسمح لي أن أحييك وأحيي الشعب المصري وحكومته بسلام. في الأمم المتحدة نشعر بالانبهار بمستوى التنمية. أهنئكم لترقية وزارة الصحة والسكان إلى كونها وزارة للتنمية البشرية، لأن هذا يعبر عن الكثير والكثير. نعيش في أوقات صعبة. استمعت إلى معالي الوزير من فلسطين والذي أظهر لنا أننا كبشر لا غناء عنا لإنقاذ الحياة، وما يهم هو وجود البيانات المقسمة لنعرف كيف أن النساء والشباب والفتيات والفتية أين هم وأين أماكنهم وما هي المساعدات التي يحتاجونها. هذه هي وظيفتنا، لأن الأسرة يجب أن تستمر كأسرة، والنساء يجب أن تحظين بالقدرة على إنجاب الأطفال. يجب أن يكون له ما نطلق عليه في الأمم المتحدة هوية قانونية، أن يكون له اسم وأن يسجل وأن يكون جزءا من الإحصاء. مصر دولة مستضيفة لقدر كبير جدا من السكان النازحين، وهم سكان في وضع هشاشة ويحتاجون للكثير. نحن بحاجة لمساحات آمنة وعيادات متنقلة، كل تقنيات نستخدمها مثل التعليم الرقمي. ولكن أكثر ما يهم هو طريقة دمج المجموعات الهشة من السكان، لأن المساواة هي أمر في غاية الأهمية، وهذا هو ما نراه هنا مع 9 ملايين ساكن ضيف هنا في دولتكم تستضيفونهم. ما أريد أن أقوله هو أن نوع المساعدات التي نقدمها هي مساعدات نقدية ومساعدات بالبطاقات، وهي أمر في غاية الأهمية من أجل أن نتحقق من أن الأسرة والمرأة ستحصل على موارد تكفي إعالة أسرهم. الأمر الهام أيضا بالنسبة لنا هو ما ذكره الوزير العزيز، هو الخيارات وليست الفرص. يجب ألا نترك للفرص، حياة الناس لا تترك للفرص. لذا أشكر سيادة نائب رئيس وزراء مصر وحكومة مصر على ترحيبكم بنا هنا في مصر، وترحيبكم بكل من يحتاجون لكم ويحتاجون إلى المساعدة، ومحاولتكم لأن توفروا لهم حياة كريمة. شكرا جزيلا.